يزيد الراجحي البطل الرياضي المعروف والذي وصل إلى مراكز متقدمة في أكثر من منافسة دولية في رالي السيارات. تتميز مشاركاته في السرعة والخفة واجتياز الأجزاء الخطرة والصعبة من السباق بمهارة وانسيابية عالية. ونظراً لشهرته كبطل رياضي ورجل أعمال يهتم بالعمل الخيري والإنساني، تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة في المملكة والخليج العربي من قبل اليونيسف لعام 2008، ويعتبر أول سعودي وخليجي يحصل على هذا اللقب. يزيد الراجحي حالياً يوزع ساعات يومه بين أعماله الخاصة وبين العمل الاجتماعي في توازن ملفت ومثير للاهتمام. حياكم الله. ضيفنا شاب نجم ما شاء الله تبارك الله في عدة مجالات، بطل رياضي، سفير للنوايا الحسنة، وكمان هو رجل أعمال، وأهم شيء أنه يهتم في الأعمال الإنسانية. يعني نقدر نقول جمع معظم اللي يتمناه آدم، فما شاء الله تبارك الله وحياه الله. في حلقة سابقة مشاهدينا كان معنا الدكتور رجا حداد اللي اعتبر أنه الوصول للسعادة والثروة بيحتاج إلى 4 دوائر مترابطة مع بعض، وهي الروح والصحة العاطفة والفكر. وتجربة ضيفنا الشخصية اليوم نعتقد أنها ساعدته على الاقتراب من هالركائز الأربعة، ولكن قبل ما يحدثنا عنها رحبوا معنا بيزيد الراجحي بطل الرالي وسفير النوايا الحسنة. أهلا وسهلا فيك. نور. يزيد هلا وسهلا ويعطيك العافية. الله يعافيك ويخليك. كيف الأمور؟ والله تمام الحمد لله. مرتاحة؟ الحمد لله. الله يخليك. يزيد أنت اليوم عندنا مثال لآدم، يعني اللي بيطمح كل آدم يكون في مكانه، اللي هو عنده راحة البال، عنده المال، عنده العمل الخير، عنده الصحة، مجمعهم كلهم مع بعض. ولكن نتعلم منك كيف ممكن كيف تمكنت أنك تجمعهم مع بعض. الحمد لله. طبعا أول شيء الحمد لله على اللي صاير. طبعا الواحد يكون عنده أهداف، يعني أتوقع بالبداية أنك لازم تحدد أهداف لأي مشروع أنت تبغى تسويه وتعمل، يعني ما راح يجي العمل لحد عندك. أوكي، أكيد أنه إذا أنت عملت أكيد في انتقادات، في ملاحظات، في أخطاء. إذا أنت ثابت مكانك أكيد ما في أي ملاحظة، ما في أي خطأ، ما في أي انتقاد. أي عمل أكيد في أخطاء، لازم إذا صار ما في أخطاء يكون ما في عمل، فأنت تتحمل الأخطاء هذه وتحاول أنك تمشي معها لين توصل إن شاء الله للخط النهاية. وكل شيء يعني أنا أشوف أني أنا وصلت له يحفزني للشيء اللي بعده، والله يوفقني إن شاء الله. يعني يتوقع البعض مثلا، أنت طبعا الاختصاص اللي أنت نجم في مجالك اللي هو طبعا الراليات، والناس يمكن كثيرين يعني يسمعون يعرفون مثلا والله إن مثلا هذه هواية صعبة، إنها فيها سفر وروحة وجي وذا، لكن ما هو بحسين تماما مدى صعوبتها مدى خطورتها. أنت كيف تشوف إن اللي وصلت له كان سهل ولا كان صعب؟ مع العلم ان انت ظروفك، انت كرجل اعمال عندك اعمالك، عندك بتتابع ناس وموظفين عندك، وعندك سفر وعندك روحه وعندك ارتباط وعندك اسره وعندك مشاكل. كيف قدرت توازن الامور؟ طبعا اكيد يعني شيء مهم انك تنظم الوقت، و يعني الاعمال يعني مثلا اكيد انها مثلا رياضه خطره، لكن الاعمال لها وقت والرياضه لها وقت. وانا يمكن لي ميول من زمان على هذه الرياضه فحددت هذا المجال. واذا انت حددت مجال، انا يعني الحمد لله يعني اذا حددت مجال احاول اني اصب يعني تركيزي كله في المجال هذا، او اني انسحب من المجال، يعني افضل من اني اقعد يعني لا مع يعني لا داخل في الموضوع ولا برا. يعني يعني ودك تصير انت تكون نجم او تحقق شيء معين موجود؟ طبعا الحمد لله، وهذا الشيء اللي انا اسعى له وماشيين فيه الحمد لله، ومن انتصار لانتصار، والله يوفقنا ان شاء الله يا رب. الله ان شاء الله. طيب كيف يعني كيف ممكن الواحد سهل انه يوفق ما بين يكون رجل اعمال وما بين انه حياته الشخصيه والترفيه وكمان سفير نوايا حسنه، يعني اعمال خيريه وغير المؤسسه الخيريه اللي انت كمان تهتم فيها؟ جمعت اكثر من شيء واللي هي الاربعه الدوائر هذول، اللي هو الروح والعقل والصحه والفكر. يعني انا اشوف نوعا ما ان المجالات يعني مترابطه. مثال يعني اعطيك مثلا، نتكلم على تقسيم الاوقات. يعني الحمد لله على رياضه الراليات اي بطوله في الشرق الاوسط او العالم ما تصير الا في الويكند، اللي هي مثلا جمعه وسبت.
طبعا انت تطلع مثلا اذا انت عندك منظم وقت، اكيد بدايه المشروع كنت انا اللي ماسك المشروع لين ترتبت الاوراق، فصار عندي فريق فصار عندي اوقات، يعني البطوله عندي اوقاتها، مثلا بطوله الشرق الاوسط مثلا السنه هذه كانت 8 جولات، عندي اوقاتها وعندي الفريق مثلا فريق متخصص في المجال هذا. ترتب نفسك عليه، هم مرتبين كل الامور يجون ممتاز. انا اوصل يعني مثلا قبل السباق في يومين ادخل السباق في نفس الليل في نفس اليوم هذه اليوم بالليل نمشي ونرجع يعني ما فيه تقريبا تتكلم عن وقت يضيع من وقت العمل، يعني 8 مرات يعني ولا يمكن غياب يوم واحد على مدى اللي هو اجازتنا احنا في السعوديه اللي تتكلم عن يوم السبت، غياب يوم واحد في 8 يعني 8 غيابات يعني شيء جدا منطقي وطبيعي. يعني لو غبت تخصم على نفسك؟ لا مش على، لا انت تقول على الوقت انك تغيب عن عملك صح تغيب عن عملك يعني هذا ما في شيء ثاني. الجانب الانساني اكيد يعني صح. انت في مجال يعني طبعا الجانب الانساني قبل ما يكون يزيد رياضي قبل ما يكون يعني اي واحد في الجانب الانساني هذا، مثلا في مجال انا في مجال الرياضه مثلا انت لازم تصير مثال حسن للشباب كلهم، فتصير يعني ترعى مشاريع خيريه وترعى وتتعب فيها جهد غير يمكن بذل المال صحيح. مش الموضوع يعني لازم انت تعمل على هذا المشاريع. طيب يزيد، في يمكن بعض المشاهدين الان بيحكوا والله يا عمي يزيد الراجح ما هو ابن عائله كبيره وما شاء الله ميسوره الحال جدا وناجح، فهو يعني اخذها سهل. كثير العوائل الكبار ما شفنا كثير العوائل كثير اللي عندهم فلوس نعم. كثير الناس صحيح يتكلمون كذا كثير صحيح. اللي عندهم فلوس يقول لك مثلا يزيد والله فاز فلوسه مثلا دخل. شو السر اللي عند يزيد اللي خلاه يعني يصير هالانسان اللي مكمل الرياضه والخير والنجاح في العمل وراحة البال؟ شو اللي خلاه مجتهد؟ الحمد لله مجتهد في المجال، ويعني انا ما جيت اخذت البطوله مثلا، جيت من انا طلعت وتدربت في فنلندا، يمكن لو تجي للسواقين مثلا اللي بطوله البطوله عندنا يمكن ما تلقى احد يطلع يتدرب في فنلندا ولا يطلع احد يتعب على هذه. يعني انا مثلا اترك شغلي واطلع اطلع يومين طياره يعني لفنلندا وارجع اتدرب، يعني اكيد اني اتعب واشتغل يعني مش اني مثلا فزت اني انا والله اللي معي المتسابقين مثلا يمكن كثير تقول اوكي يعني يزيد يمكن عنده فلوس وعنده مثلا طيب في ناس عنده فلوس يفوز يعني يمكن يعني يحسبونها يمكن بعدة نواحي، يعني ما ادري كيف يعني الحسبه عند يعني في المجال هذا مثلا. يمكن انا يعني اتكلم منطقي، يمكن انا من الناس يعني اللي يعني انا من الناس اللي اعمل، يعني جتني يمكن فتره انا اشتغلت يمكن بيدي ما شاء الله. الله يزيدكم من فضله امين الله يخليك. كل التوفيق يزيد الراجح، يشرفنا واهلا وسهلا فيك في مجلس ادم، وانت فخر لكل ادم اللي بتمناه ادم واللي بتتمناه حواء. الله يخليك ويوفقك ان شاء الله حبيبي. شكرا لك.